أعلن خلاص هو قائمة المنتخب المشاركة إن شاء الله في كأس العرب، كأس العرب طبعا من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. وبالمناسبة مباراة الافتتاح وفقا لمصادر قطرية تم الاتفاق مع وزارة الصحة، مباراة الافتتاح هتبقى ما بين قطر والبحرين، هتبقى بحضور كامل العدد. كامل العدد يعني كام؟ 60,000 مشاهد، 60,000 مشاهد في مباراة الافتتاح، هيحضروا مباراة الافتتاح بين قطر والبحرين. طيب قائمة بقى المنتخب الوطني المصري لكأس العرب. حراسة المرمى الشناوي، محمد الشناوي طبعا، محمود جاد، محمد صبحي. في الدفاع الونش، أحمد ياسين، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، أحمد فتوح، مروان داوود. مروان داوود هقول لكم ده بيلعب فين، هقول لكم حالا. في امبي، مروان داوود في امبي مدافع. في الوسط حمدي فتحي، مهند لاشين، عمرو السولية، عمر كمال، عمر كمال عبد الواحد، امام عاشور، احمد رفعت، احمد زيزو، مجدي قفشه، مصطفى فتحي، حسين فيصل، وحسين فيصل سموحه. وبرضو بقول لاحمد رفعت في اذنه إذا أردت الاستمرار مع المنتخب يا أحمد في أمم إفريقيا إن شاء الله ويا رب الكأس العالم، لازم تبقى عارف إن هم عندهم تحفظ وحيد عليك، أنا بكلمك كلام مظبوط 100%، وهو الواجب الدفاعي. هم حاسين إن أنت ما بتؤديش الواجب الدفاعي على أكمل وجه مع الباك اللي تحت منك، الباك الشمال، وبالتالي حط دي حلقة في ودنك، ده تحفظهم عليك الوحيد، فزود من لياقتك عشان تقدر تثبت أقدامك في المنتخب، خصوصا ناحيه الشمال عندنا ناقصه شويه. في الهجوم مروان حمدي ومحمد شريف واسامه فيصل. مباريات المنتخب بتاعتنا ان شاء الله في كاس العرب هنلعب 1 ديسمبر وده هيوافق يوم 4 مع لبنان، وبعدين السبت 4 ديسمبر امام السودان، ثم الثلاثاء امام الجزائر. هذا هو الامر.